مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. سعدت باستقبال سي حسام حمدي، هو باش يحكي لنا اليوم على حركه ياسر طياره اللي هي تشجير غابات كسرى اللي تحرقت في 2017. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. مرحبا لاباس؟ مرحبا. دونك باش ياخذوا فكره على الحكايه هذه والناس اللي يحبوا ممكن يشاركوا في الحركه هذه والتظاهره هذه. اما قبل نرجع واحده الشيفة حياة. مرحبا فاطمه ومرحبا بالساده المشاهدين والضيوف. انا حبيت البسكوي هذا تشوف فيه كيفاش خلطته، راهو يلزم يكون مخلط بركة ما يتعركش، تشوفوا فيها العجينه كيفاش رطبه. هنايا قسمتها في ثلاثه، معناها ثلاثه كعبات، نحطها في فوق الرخامه نتاعي، نحط الرش عليها دوب بلاش فرينه، ما كثروش الفرينه. وانا قلت لكم راني عملتها زوز كعبات عظم كاملين، خذيت عظم مليحه بالطبيعه، زوز كعبات عظم كاملين وخذيت اصفر عظمه برك. الابيض نستحفظ عليه خاطر باش نخدم به، تو نوريكم كيفاش تخدموا به انتوما. يلزم اللوز يكون لاصق في الـ معناها البسكوي، هذاك علاش انا باش نستعملوا الابيض نتاعي. نحل العجينه بالسياسه، معناها خشها تقريبا مليمتر ونص ولا زوز مليمتر ماكسيموم. خذيت الابيض نتاع العظمه، نجي هنايا ندهن البسكوي نتاعي كما يلزم بالابيض هذا. عمركم ما تلوحوها بيض العظمه، راهو ديما يصلح اذا كان ما باش تعملوا بيه حتى شيء، خبيوه كونجيلاتور في حتى دابوزه بالار، في يتخبأ في كل شيء، في حكه بلاستيك، في اي حاجه، وبعد تجبدوه تستعملوه. انا وريتكم مره اخرى كيفاش عملتوا به مايونيز، كيفاش تخدموا به لي بيسكوي، تعملوا به كل شيء. راهو ابيض العظمه، الاصفر ما يتخباش لكن الابيض يتخبى بسهوله تامه. انا هنا دهنت بالقدا العجينه نتاعي، تشوفوا فيها ناخو، قلت لكم باش نحط سكر فاني في وسط علي زوز باكوات. هنايا ناخو اللوز الساعه نفرشو فوق البسكوي نتاعي، نفرشو بالقدا، بعد نحط هكايا كمشه نطرحها مليح مليح مليح، نمشي حتى للحراف في اللوز. تشوفوا فيه كيفاش نفرش الفرشه، يلزمها تكون قد فرد علو، ما يبداش خشين وجيد، معناها بقعه عاليه وبقعه لا. هنا نوصل حتى للحراف، نحاول نوصل ماكسيموم للحراف حتى كان طاح شويه لوز، ومن بعد نهزو. نجي ناخو سكر فاني نتاعي ونعمل رشه سكر فاني بالقدا بالقدا فوق اللوز هذايا، هي باش تعطي النكهه وتقرمشه اخرى وتعطي لغوم تاع الفاني، حاجه بنينه برشا. ناخو شويه ملح دوبلاش، شطر قرصه ملح، ونحطها من فوق بالتريف. من بعد نجي من هوني من الحرف ونثني البسكوي، نزل عليه شويه بالكل باش يلصق في بعضه. ومن بعد الروليه نبدا نمشي والرولي، معناها بالسياسه باش المهم عملوه غولي مكبوس شويه، تحاولوا بالسياسه بالسياسه حتى لين تتسكر البسكوي نتاعنا. كيما تشوف فيه يسكر بعضه، نهزوه نحطوه في طبق هكايا جوست باش من بعد ندخلوا في الفريجيدار، نحطوا يجمد الزبده ما هي تجمد في الفريجيدار باش نجموا نقصوه بسهوله. لازم يعدي على الاقل ساعه في الفريجيدار. رجع لك كلمه فاطمه، مادام انا كملت حليت وحطيت في الفريجيدار وترجعوا لي وقت تحبوا انتم. ميرسي بوكو شيف تحيه. لو نرجع نحكيو مع السي حسام حمدي اللي باش حكينا على حركه تشجير غابات كسرى واللي هي انطلقت في الفيسبوك. يظهر لي كانت تظاهر اسمها كامبي وزرع شجره هكا ولا، دونك احكينا وقتاش بديت وعلاش خممتوا فيها الحكايه. هي الفكره خملتنا معناها من بين الحرائق، خدمنا احنا كنا حاضرين سور بلاس مع برشا بعض القوى الحيه في المجتمع المدني في الحرائق اللي صاروا في الشمال الغربي. هي الاكسيون معناها 3 زونا ولا حتى 4 زونا لو صح التعبير، خاطر ثم مشكل نتاع مشاكل مناخيه في تونس، ثم ايضا مشاكل نتاع انجراف وايضا مشاكل نتاع غابات الحرق. فقلنا حابين ننطلقوا بعمليه تشجير الغابات هذيا. قلنا علاش من تكون فكره اخرى باش نحاولوا نقربوها التونسي، باش تكون مثلا تشجير، عمليه تشجير تكون فيها رابط انساني اكثر. كيفاش؟ كل مواطن باش يغرس شجره باش تكون ديدي مثلا العبد عزيز عليه. فالاقبال كان جد كبير برشا، ومعناها اون اي دو دوموند دي ميلي، معناها عباد يحبوا يشجروا ويساهموا في الحركه هذيا. قلنا احنا الاشكاليه اللي صادفتنا اللي احنا في اخر السيزون تاع الروبوزمون، احنا عندنا بقانا كان شهر مارس بركة، اتصلنا باداره الغابات، الحق كانوا متعاونين، وفرونا معناها الماتريال، وفرونا ايضا التاثير، وبدينا ليديسيون في كل اول 9 نهار 9 و10 مارس، وان شاء الله باش تكون متواصله معناها اخر شهر مارس حتى نوصلوا 20,000 شجره. قداش وصلتوا تويكا قداش؟ تو 3700. سي بيان. باهي لبنان.
انا نحب نقول برشا حاجات. انا فرحانه برشا لحسام حمدي بحذانا، هو ما يعرفنيش اما انا نعرفه. سي تان انجينيور قبل كل شيء، اي عمده، سي تان انجينيور قبل كل شيء. تذكروا في اول سيزون تاعنا هوني في الماتينال كنا حكينا على الحمله اللي صار فيها جمع القواري البلاستيكيه والبلوريه اللي تساهمت باش يشرب بهم كلاتب. كان وراء الفكره هذيا حسام حمدي. انا نكره برشا التواضع نتاع ليزاكتيفيست اللي ولاو توا ويخرجوا برشا عبيد يبداو يقولوا عملنا وعملنا وعملنا. مش انت باش تقول احنا باش نقولوا في بلاستيك. وسؤالي توا يا حسام اللي هو نحب نعرف معناتها سولي جرين اللي يسريتها في الفيسبوك نتاعك، انا لو هاشتاج معناتها جرين سوليدير. معناها نحبوا احنا خاطر المشكل نتاع ليزيكولوجيست في بعض المناطق ممكن حتى في تونس مازلنا مثلا من معناها مانيش قاعدين نوصلوا المناطق الكل، معناها مانيش قاعدين نحتكوا بالعامه، مانيش قاعدين نحتكوا بالشعب. فنحب ان نربط بين انك تكون ايكولوجي، معناها عندك كومبورتمون ايكولوجيك، وتكون ايضا متضامن في نفس الوقت. وهذه حاجه معناها تستحقها بلدنا برشا. دونك ديكو عملنا الاكرونيم هكا سولي جرين اللي هي ما كانتش فكرتي وحدي، معناها فما جماعه الخيان معايا في الحركة هذا. وان شاء الله باش نستمروا معناها في نفس التوجه ان شاء الله. والشجرات اللي زرعتوها منين؟ اداره الغابات الحق مشكوره معنا. مالوغوزمون احنا عارف في تونس عبد يخدم خدمته ما نقولوش لا هو المنطق يقول عبد يخدم خدمته لخاطر لانه قلت العباد تخدم في خدمته، لكن الحق تحيه كبيره اداره الغابات خاطر نون با وفروا لنا معناها المشاتل، لكن ايضا التاثير سور بلاس معناها خاطر احنا كي لك سامحني على التاثير خاطر راهو التشجير ولا الزرع ماهوش حاجه عشوائيه نتاع انا باش نزرع لهنا وانا باش نزرع بحذاك. في الغابات يظني فما ستركتور معينه نتاع لمنع الحرائق ولا معناها الثنيات ولا الجيرة سخطو بعد حريقه راهو الارض تتعب برشا بعد النار. اللي نعرفه زادة اللي في معناها في الجبل ولا في حاجه يبدا فما هكا حاجات في الجبل باش يمنع الحرائق تتعدى لبعضها. كيف فما تاثير في الشيء هذا وغيره معناها ذيك في بالطبيعه في الديستانس معناها في طريقه غرسان هذيك موجوده، لكن ايضا هو الحاجه وهي كانت مثلا برشا من برشا الحاجه تعلمناها مثلا حتى في طريقه الانجيراف مثلا كيفاش انت مثلا تلقى مجرى نتاع ماء في هضبه دونك من غاديك هذيك فما خطر نتاع انجراف تولي انت تزرع. هما بوكو ديتاي احنا مازلنا نتعلموا الحق للامانه. هذيا بدينا احنا قلنا نعملوا شويه ونتوندون في نوفمبر ان شاء الله الحمله باش تكبر اكثر وتكون مدروسه اكثر، معناها ثم حتى الاشجار المثمرة حتى معناها الكوميونيتي لوكال تستفيد منها. ثم حتى بارابور لتربيه النحل مثلا معناها ثم حاجات الافاق مطروحه برشا. وهذا نداء معناها لاي عبد معناها عنده يأنس في نفسه الكفاءة ولا أيضا زاد العزيمة يحب يجي معاكم يحب يجي وكل شيء راهو مرحب به. راهو معناش أون با دي جود أسوسيسيون. كيفاش نجم يتصلوا بكم حسام؟ على الباج نتاع الموفمون سولي جرين تلقاوها سور فيسبوك. اوني تري اكتيف معناها ما نخلوش ما نفوتوش نهار ما نجاوبوش معناها حتى كان بتوا شويه يعذرونا خاطر لي دوموند الحق. ونشكر الناس اللي بعثونا معناها بالحق حاجه تفرح. تو نكملوا في شهر مارس وان شاء الله نرجعوا ان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله واش تقعدوا ديما في غابات كسره ولا باش تبدلوا ان شاء الله لبقايا اخرين؟ اي بلاصه تستحق باش تتغرس فيها الجر باش نكونوا موجودين، اي بلاصه تستحق باش تنظف في تونس باش نكونوا موجودين، باش نعملوا جهدنا الكل وان شاء الله نوصلوا هذاك. يعطيك الصحه سي حسام حمدي. دونك اتصلوا بهم ومشوا عاونوا علاش لا الكل نعاونوا في التظاهره هذه. دونك احنا توا نمشيو للابراج مع عميد الفلك التونسي سي عمار الورتاني. تحية لكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق. في هذا الأسبوع مش نعطوكم الأبراج، بداية ببرج الحمل. الحمل يقول متأيسش من علاقتك العاطفية، عاود المحاولة والنجاح راهو مش يكون من نصيبك بحول الله. باش تأيس لا، أما بالنسبة للعاطفة تعيش أحلام سعيدة وتشعر بالأمال والأمان والحب. الصحة ديما انتبه لصحتك وابعد عن الوجبات الخفيفة لأن فيها الضرر. الثور خلي ثقتك بالله وبنفسك باش تخرج من الورطة اللي انت وقعت فيها بسبب التسرع متاعك. وحنا نعرف التسرع في كل شيء مش باهي، كيما يقول القائل ألف خطوة ولا تنجيزها، اليسرع يتيح. بالنسبة للعاطفة أمورك العاطفية في تحسن ومش تقبل هدايا عن قريب، إن شاء الله تكون مال وإلا ورد وإلا حب. بالنسبة للصحة الوضع الصحي جيد في نعمة والحمد لله.
الجوزاء، جايتك فرحة كبيرة آخر الأسبوع عن طريق رسالة. ما تخليش الأوهام والشكوك تعكر حياتك، انوي الخير يجيك الخير. العاطفة، يزمك تكلم مع الحبيب بوضوح، صارح واعطي كل ما بداخلك باش يفهمك وتفهمه أكثر فأكثر. الصحة، التمارين، الرياضة والنظام الغذائي هام جدا. السرطان، حياتك الشخصية تتعرض لبعض الظروف الغريبة لكنها ما تأثرش عليك إذا عالجتها بحكمة وبهدوء، تخرج منها السلامات. العاطفة، تفرح وتلقى شخص يهتم بك وتقرب المسافة بينك وبينه أكثر بكثير وتبدأ عايش في أحلام وورود. الصحة، تعاني من شوية حساسية لكنها تخرج لباس وتتخطى هذا المرض. الصحة، برج الأسد، سامحني، برج الأسد عندك رحلة قصيرة تفيدك في حياتك المهنية. كون واقعي في تصرفاتك، نحي الغضب، نحي التسرع وامشي بهدوء يا برج الأسد، لأنك أحيانا تبدأ عصبي وتعمل اللي يقولك راسك. العاطفة، إذا تجنب، إذا تحب تخرج، سامحني، العاطفة، إذا تحب ترجع ثقة الحبيب ووضح رأيك ومواقفك بصراحة. الصحة، حافظ على توازنك الغذائي. العذراء، علاقتك مع الشخص اللي أكبر منك يدخل السعادة لقلبك وتتعلم منه أشياء خصوصا فيما يخص العمل، واللي أكبر منك بليلة أكبر منك بحيلة راك تستفيد منه الكثير. العاطفة، أسبوع مش مناسب للمناقشة، والمناقشة طيبة ديما مشي بهي وما ثماش تجاوب مع الحبيب، نحي المناقشة، أعطي كلمة وادخل كلمة وادخل بالهدوء راك تستفيد من الحبيب وتربحه. بالنسبة للصحة، تخرج من أزمة مرضية وتشفى. الميزان، تجاربك المهنية برشا، ما تتسرعش في أخذ القرارات، من المستحسن كي تعطي كلمة وتاخذ كلمة مع الحبيب أو مع أي إنسان آخر باش ما ياخذوش عليك نظرة يقول لك هذا يحب السيطرة. بالنسبة للعاطفة، ما تأزمش المواقف بينك وبين الحبيب أو بينك وبين من تحب أو بينك وبين أي شخص من أفراد العائلة، حاول ديما خذ كلمة واعطي كلمة، ما تخليش الكلمة الأولى والأخيرة ليك لأن حد ما يرضى لك. الصحة، تخرج من أزمة مرضية وتشفى بإذن الله. أما برج العقرب، مش تدخلك مكاسب مالية، ورد بالك من الأخطاء، ما تعملش ديما الأخطاء لأن الأخطاء ديما موجودة، وما تفسدش فلوسك في ما لا يعني، وما تتسرعش في أخذ القرارات. العاطفة، إذا تحب ترجع ثقة الحبيب وضح رأيك ومواقفك بصراحة ولا لف ولا دوران. الصحة، علاقة عاطفية جديدة. القوس، معنوياتك مرتفعة برشا في العمل وأفكارك ناجحة وظهور منافسة كبير. حذر، رد بالك من الخلافات والمشاكل اللي تغرق فيها، واعرف وين تحط ساقيك واعرف كيفاش مش تخرج، لأن مشاكل عويصة إذا كان جاك منافس أكبر منك حايد واعطيه جنب واعرف كيفاش تخرج. بالنسبة للعاطفة، تبع قلبك، تعيش لحظات حلوة مع من أحببت. الصحة، اضطرابات صحية نتيجة العمل الشاق. الجدي، عندك برشا انتصارات في حياتك المهنية، كل الأبواب مفتوحة لتحقيق الأرباح. العاطفة، وعود بازدهار عاطفي وانسجام، والمفاجآت الحلوة عندك موجودة. الصحة، أسباب الأمراض اللي أنت تعيشها قلة شربان الماء وأكل الخضروات. الدلو، أفكارك السليمة ناجحة تسمح لك بنقاش كل المواضيع اللي أنت تهمك، وعندك مفاجآت في الطريق جاية عاطفية وإلا مالية، إن شاء الله يجيك الشيء اللي أنت تحبه. العاطفة، أنت عاطفي يا برج الدلو وعينيك كبيرة في اختيار فارس أحلامك. الصحة،
ضغوطات نفسية وإرهاق سببه كثرة الشغل. الحوت قلبك فيه برشا أسرار ومشاكلك كبيرة، هدي أعصابك وما تعملش أخطاء، امشي بعقلك باش تشد الطريق المستقيم وتكون أنت الفايز والناجح في الآخر. العاطفة يطمئن قلبك وتفرح بالتفاهم مع الشخص اللي أنت كنت ترقب فيه. أما بالنسبة للصحة في قمة النشاط والحيوية والحيوية، والحمد والفضل لله. إن شاء الله ديما ربي معكم. تحية لمن كان يتابع هذا البرنامج ومشكورين الكل. وكما نعرفوا إذا كان بعض الحالات ثم شكون يقول البرج متاعي هكا ولا هكا ولا هكا، اللي يحب يعرف برجه الحقيقي حقيقي راهو لابد باش يكلمنا، ناخذ اسمه واسمه نعطوه برجه هو الحقيقي. أما هذه الأبراج كما نقولوا برج الحوت في تونس على الأقل ثم 1,300,000-1,400,000 برج الحوت. هذاك طبيب، هذاك رئيس، هذاك وزير، هذاك مهندس، هذاك استاذ، هذاك خبير، هذاك معلم، هذاك نجار، هذاك بناي، هذاك بطال، مش كيف كيف. اما اسمك اسم امك نعطوك برجك انت الخاص. شكرا على هذه المشاهده. دونك هذه كانت الابراج مع عميد الفلك التونسي سي عمار الورتاني، واحنا توا سعيدات باستقبال هاله بن خضر، هي لاتاشي دو بريس نتاع الدوره 14 لمهرجان جاز بقرطاج. مرحبا بك. مرحبا. احوالك؟ عسلامة. بونجور. يعيشك. دونك الظاهرة باش نحكيو اليوم على الجاز في تبرقة، مش فكرة. تبرقة اليوم مش جاي. دونك أما توا نرجعو بعد الشفت حيت نفسر لكم بعض علاش. مرحبا مرحبا بالسادة المتفرجين والضيوف. أنا حبيت نوريكم كيفاش باش نبدا الكعابر السبناخ فازون سهلة برشا. أول حاجة عملتها ساعة غسلت السبناخ مليح، حطيته يستقطر، حطيته في القلاية باش نحى الماء نتاعو. إذا كان فيه برشا ماء خاطر بعد الغسيل يطيح فيه ياسر ماء، أنا الماء نتاعو ناخذه نحطه كيما هنايا. هو اللي باش نحطه معناها كي نحط الطماطم نتاعي في عود نحط الماء من السبالة، نحط ماء السبناخ اللي أنا خذيته. هوني نحط شوية زيت زين، نحط عندي قصيت البصل هنايا، قصيته جويد المهم أخضر وأبيض. البصل راهو يعطي نكهة بنينة برشا في معناها في الخليط نتاعنا. دوبلاش ما نتشتشوه. عندي هوني ثوم فورنيتو هو اللي باش يبنى لي الخليط نتاعي. تشوفوا فيه في ثوم نظيف وملحي حاضر باش فريمون حاجة ممتازة. هو زاد من بعد باش نفوح منه الاسكالوب مليح، دجاج مليحه اللي انا رحيتها. معناها الاسكالوب سهله بالاخص في الحاجات هذوما. برشا عباد يقولوا لي فدينا من الحم مفروم، ماذا بينا ناخذوا حاجه اخرى غير الحم مفروم. راهو الاسكالوب يطرحها، ستيك يطرحها، المهم خذوا حاجه معناها نظيفه. وكما يقول ايوب ديما فيها تغاسابيليتي، تعرفوا شنو تاكلوا. انا ديما نرحي اما ستيك دو داند مليحه ولا اسكالوب دو داند مليحه ولا حتى اسكالوب بولي راهو يترحى بالقدا ويجي حاجه ممتازه. هنايا ناخذ الطماطم عبيده، طماطم كونسونتري. بون انا ديما نقول لكم ما تكثروش الطماطم في الكعابر هذوما كل، نحط مغرفه وشطر على خاطر الصوص راهي مش لازم باش تجي ايباس، مش لازم تكثروا، المهم تفوحوها مليح تعطيوها نكهه بنينه. نحط مغرفه هروس عبيده كما تشوفوا فيا هوني، هذا كل يتخلط مع بعضه. نحط له شويه ملح، ما تكثروش الملح خاطر السبناخ راهو يعطي الملح، معناها هو كخضره ديجا مالح، ما تكثروش برشا الملح. ديما نحط الكركم مع الطماطم يعطي لون مزيان ياسر، شويه بالكل فلفل اكحل. انا علاش ما كثرش الفاح هوني؟ على خاطر مازال باش نفوح كعابر السبناخ نتاعي، هذاك علاش نقول لكم ما تكثروش في الفاح، ديما واحده واحده مع الفاح. تشوفوا كيفاش نخلط هذا الكل. توا باش نصب عليه، ما حبش تقل يا ياسر، دوبلاش تفوح الطنجره ما تقليوش برشا. هذا الماء نتاع السبناخ نصبه فوق الخليط نتاعي، نزيد نصب عليه شويه ماء باش تولي عندي صوص مزيانه، هي اللي باش نطيب فيها الكعابر السبناخ نتاعي. انا هوني يلزم ما نمرقش ياسر، او نقول لكم علاش السر نتاع كعابر السبناخ. وقتي ترميوهم والطنجره تغلي الكعبوره تتحل، معناها انتوما ترميوها وهي تتفرد خاطر الطنجره تغلي وانتوما رميتوها في وسط الطنجره. يلزم قبل ما ترميو الكعبر السبناخ نتاعكم
تزيدوا شوية ماء باش تهدي وشوية السخانة متاع الطنجرة اللي تغلي. أنا هوني باش ناخو اللوبيا اللي طيبتها نحطها هنايا، خاطر كعبس السبناخ ديما مكثر الأوقات، مش ديما مكثر الأوقات يجيو باللوبيا. نفختها وطيبتها وحدها، نطيبها وحدها علاش؟ على خاطر لو كنت تحصلوا تطيبوها مع الطماطم وإلا مفوحة، اللوبيا تحرمس، نقولوا تحرمس معناها تيبس، تولي ما عادش تيب. أنا ديما نطيبها وحدها في الماء في ربع ساعة ماكسيموم 4 دراج اللوبيا متاعي، إذا كان منفخة قبل بنهار التيب حاجة بنينة فيسع فيسع وما يلزمهاش برشا وقت. أنا هوني نخليها تغلي دبا دبا، بعد راهو قبل ما نرمي الكعابر متاعي تو باش نعجن نفوح الكعابر قبل ما يغليو، أنا باش ناخو نخلط الخلطة متاعي، هي سهلة ياسر، قلت لكم شوية سبناخ مقصوص كما تشوفوا فيه، ذبلتو في بعد شوية القلاية على النار باش من بعد تسخن لي، ما حشتيش بها باش تسخن يتيبوا مع بعضهم. هوني رحيت الاسكالوب مليحة، ذبلت السبناخ، نحط الكل على بعض هوني. بعد ناخو الثوم فورنيتو كالعادة، ما تنساوش الثوم راهو يعطي نكهة خارقة للعادة للخليط متاعنا. هنا نعاود نفوح لكن فيح خفيف، ما كثرش الفيح، ثوم وحده ديجا فيح. دوبلاش كركم، شوية فلفل أكحل، شوية ملح مرة أخرى، دوبلاش باش نكسر معناها تكسيرة للدجاج وبرا. نخلط هذا الخلطة مليح مليح مليح، نعجنوها حتى تولي متناسقة لكلها. بعد ناخذها معناها نشد نعملها كعابر كعابر كما تشوفوا، لكن يلزم تتعجن مليح 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 حتى لين الدجاج يدخل هو والسبناخ يولي فرد، معناها كله مع بعضه، مش سبناخ وحده والدجاج وحده، الدجاج هو اللي باش يلم الخلطه. الدجاج كي يتيب يتكبس يكبس يلم على السبناخ، يوليو الكعابر ما عادش يتحلوا، مهما كان دجاج ولا لحم ولا اي حاجه راهو كي تلموها هكايا هو اللي باش يلم لكم على كعابر السبناخ نتاعكم. اللي ديما عباد يقولوا لي نعملوا كعابر السبناخ يوليو طنجره مرقه خضره، راهو ما يوليش طنجره مرقه خضره، تو تشوفوهم يقعدوا كعابر بنان برشا كيما تشوفوا فيا عملت الخلطه نتاعي. توا رجع طنجرتي على النار، نشعل الغاز نتاعي، توا باش نبدا نحط في الكعابر. هما ديما كعابر نتاع السبناخ يجوا كبار شويه، معناها ما يجوش صغار، خاطر الخلطه يلزمها تيب مع بعضها. ناخو هكايا بيدي نعمل كعبورات كعبورات كبار هكايا، في كبر كعبه بينك بونك، قول كعبه شنو اللي كبروا هكا ما عرفش، حصيروا كعبوره هكايا، نرميها في الصوص. اذا كان طنجره تغلي وانتم سبقتوا طنجره تغلي، يقولكم صبوا كيتا ماء في الطنجره نتاعكم باش الغليان ما يحللكمش الكعابر تاع السبناخ، راهو الغليان نتاع الطنجره كي تبدا تغلي برشا وانتم ترميو الكعابر يتفرقوا ويتحلوا ما يتكبسوش. هذايا كانت لاستيس نتاع كعابر السبناخ، نكمل كعبرها فاطمه وارجعوا لي. ميرسي بوكو شيف فتحيه، اول مره نعرفك اللي انت تكعبر بصراحه، نعرفك ديما ناس طيبه ومحليك. نرجع نحكيو مع لا تاشي دو بريس نتاع دور 14 اللي معناتها جاز في كارتاج، علاش قلت لكم بكري في تبرقه؟ على خاطر درنا نفسرها نقول راه معانا جاز في كارتاج، قلت لها في تبرقه اللي وقف يا بنتي راهي كارتاج، قولي لي تبرقه، دونك هذاك علاش اليوم باش نحكيو كارتاج. البارح سكت جاز في الكيف، اليوم مربح حذينا كرتاج، على بالي قصنا قلنا تبارك برقه وي ماهيش برقه مازلت في الصيف، في الصيف نوليو نحكيو على باهيلا. الوغ الدوره 14 شنو فيها جديد؟ فيها برشا جديد، برشا جديد جوستومون، جديد في ال 14 ايديسيون هذايا ديجا يبدا من البلاصه، معناها ما عادش في نزول في قمرت كيما مستنسين لي فان نتاع الفيستيفال هذا، اما حبينا نقربوا لهم اكثر وحبينا زاد الجاز يتوسع في برشا بقايا، دونك فما عروض باش تكون في الاي اف تي المركز الفرنسي اللي موجود بتونس، وفما زادة كيف كيف عروض باش تكون في لاكروبوليوم في كارتاج، وفما عروض باش تكون في البافيون تاع قمرت غاديكا، يعني التقسيم نتاع السهريات الكبرى معناها لي ستار الكبار باش يكونوا في بالحق. فما عروض في سفارات ولا انا غلط؟ العروض نتاع السفارات هذيك ما تدخلش في البرمجه نتاع الفيستيفال، هذيك حاجات كيما نقولوا فوالا ميت اند جريت في السفاره، يحبوا يحتفلوا بالارتيست، خاطر تعرفوا معناها الدوره هذه عاونونا برشا سفارات الحق، خاطر لو بودجي كان ليميتي، دونك برشا سفارات تعاونتنا كيما سفاره لوتريش كيما سفاره فرنسا سفاره
سويسرا زاده كيف كيف دونك هذيك اي هما عاونونا الحقيقه في الـ في الـ معناها في في جبلنا لي زارتيست هذوما باش كانت معناها تكون ديجا برمجه متنوعه والرجوع للاصل معناها باك تو ذا روتس. فما برشا جاز سني برشا بلوز برشا سول خاطر ديما يلوموا علينا العباد يقولونا بعدتوا شويه معناها وينو ولا وينو الجاز. البارح واحنا نحكيوا على سيكا جاز في الاوف هكا شويه دمار قلت له خي فما جاز في السيكا جاز دونك السنه اللي نعرفوا برشا في جازا كارتاج سي فري كيليا دو جاز لكن ماهوش هو اسمه جازا كارتاج ولكن سو ني با لاكتيفيتي برينسيبال معناتها اون تروف دو 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 ريغي اون تروف دو راغا اون تروف دو ميوزيك دو موند. هل انه السنه اون تروفي برشا جاز وقداش عروض الجاز وشكون هما كانت تجم تحكي خلي سؤال اللي بيه ريكاب هكاك نجم نجم نجاوب الحقيقه اون فيت جازا كارتاج راهو كيف وكيف برشا مهرجانات في العالم معناها فما الانفتاح الموسيقي هذا على اكثر من جونغ موزيكال دونك السنه لو جاز موجود افيك كوكوروكو مثلا اللي يجيونا من لانجلتير ان جروب هذايا كي تسمعهم تولي ساي ما عادش تنجم تفصل هما في الدورات الاولانيين ديجا كنتوا ياسر جاز معناتها حق دورات الاولانيين الاولى الثانيه الثالثه على الاقل وديما وديما قعدت ليدونتيتي ان فيت بوتيت شويه بعيد شويه شويه عروض اما ديما قاعده ليدونتيتي خاطر زيد ما تنسيش راهو لازم اللبي والاذواق الكل ونمشيو مع المتطلبات نتاع الجمهور الكل دونك كيما قلت فما كوكوروكو الباند هذوما سي دو جاز فما كيف كيف زيد فنانين توينسا كيما عمر الواعر باش يقدم زيد عرض عنبر اللي هو زيد كيف كيف جاز فما سلايد جونسون سلايد جونسون السؤال الوحيد وقت اللي تسال اسكو جاز عنده افونيغ ولا لا تسمع سلايد جونسون تعرف الاجابه et bien d'autres ou bien sûr un grand jazzman Mario Biondi un italien باش يكون موجود معانا زاد كيف كيف une soirée هذيك بالحق انو با راتي وبرشا برشا برشا فنانين معناها حتى نسمي على حاجات اخرين نحكي على لو مودرن بلوس موان فما لو جون جام باش يكون موجود معانا الجيريان فرانكو كيف كيف زاد فما لو ديو بامتشيلو بامتشيلو الموسيقى نتاعهم تعوض لي دي جي ان ستيل بارتيكولير تري بارتيكولير ما يحضروش الموسيقى نتاعهم بالكل معناها كي تحضر في سهريتهم ما تعرفش فوالا نو سي با دو جام سيشن مي سي دو لامبروفيزاسيون لارت دو لامبرو معناها باش تمشي ما تعرفش عارف شنو باش تكتشف بلوس كيمبر روز زاد كيف كيف البروديج الجديد توا في فرنسا اي دوتر شارلي وينستون بيان سور باش يكون حاضر معنا اي هوفر فونيك اللي التيكيت ديجا بداو يوفيو نتاع الباند هذي دونك فريمون يونا بور توس يونا بور تو لي غو فما جاز بلوز تذكروا الناس وقتاش باش يبدا هو ساعه جاز الفيستيفال هذا ينطلق نهار 4 افريل ويكمل حتى نهار 14 افريل ونفكركم زاد كيف كيف اللي راهو مش جوست السهريات هذوما كهو اما فما عروض في الشارع ستريت جاز باش يكونوا مع فنانين توينسه كيما رود 66 كيما كيف كيف جهاد هويام في المرسى اي في المرسى دونك باش يكونوا غاديك العروض نتاع ستريت جاز وفما لي زافتر السهريات اللي بعد معناها لو كونسير كيف كيف زاد باش يكونوا مع التوانسه معناها عطينا فرصه كبيره للي تونيزيان كيما علي مرابط كيما غوله كيما نجيب بالقاضي كيما تريولوجي بروجيكت اكزاكتومون فما دي دي جي فما زاد اوسي اللايف ميوزك لايف ميوزك كيما تريولوجي بروجيكت لايف ميوزك فايبريشن باند زاد كيف كيف فيهم داليد تركي دايوغ كلهم دي جون هذوما اكزاكتومون اون دوني لا شونس للجايين اللايف ميوزك والدي جي باش نسالك كيما اي عبد يسمع فينا توا وين نلقاو تساكر في السيت كيفاش نجمو نحضر هي ديجا الفونت اون ليني بدات تو عندها بريسك شهر دونك جوست تحطوا جازا كارتاج بوان كوم نجمو تاخذوا تساكركم اون ليني والا لي بوان دو فونت فما لو سونتر تانيت المرسى في المرسى وفما زاد كيف كيف في الريو ينجمو ياخذوا تساكر والمعلومات الكل تلقاوها على السيت معناها في السيت تلقاو لي بوان دو فونت الكل ديتايي وكيفاش نجمو تاخذوا تساكر نتاعكم اون ليني ولا في البلايص. ميرسي بوكو هلا بن خضر هي لاتاشي دو بريس نتاع دورة 14 لمهرجان الجاز بكارتاج اللي باش ينطلق من نهار 4 لنهار 14 افريل دونك احنا نخرجوا فاصل تو ونرجعوا.